السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا في الصفحة الرسمية تاع أوفر بروتوكول، عندهم تغريدة، مضمون التغريدة: أهلا بالجميع، نحن ممتنون للغاية الاهتمام الكبير والصبر الذي أظهره مجتمعنا. لقد أكملنا الاختبارات النهائية لإطلاق الشبكة الرئيسية، ونستعد بفارغ الصبر لافتتاح الكبير قريبا. سيؤدي هذا إلى حقبة جديدة من البلوكشين الأكثر لا مركزية ويمكن الوصول إليها، مما يعزز حياتنا الحقيقية بشكل كبير. هنا يحكي على أن الشبكة الرئيسية راهي جاهزة باش يبدأوا فيها. نمر للأمر الثاني: بالإضافة إلى ذلك، نحن في مرحلة التعديل النهائية للجولة الجديدة من سيبل ديتكشن. إن سيبل ديتكشن ليس مجرد تعاون، فهو يشتمل على مكونات متعددة، ولهذا السبب امتدت المناقشات. نحن نقدر تفهمك ونريد أن نؤكد لك أننا نبذل قصارى جهدنا لإكمال عملية التعاون هذه. هنا قال لك رانا قربنا باش نوصلوا إلى نتيجة باش يعملوا الكي واي سي المرحلة الثانية للأشخاص اللي ما حالفهمش الحظ في المرحلة الأولى. يرجى الاستمرار في دعم فريقنا والانتظار بصبر بينما نبذل قصارى جهدنا للتحضير لافتتاح الكبير في المستقبل القريب. تذكر أن الإطلاق هو مجرد البداية، ما يلي أمر بالغ الأهمية. نحن أيضا نستعد بنشاط لكيفية قيام مجتمعنا بتطوير نظامنا البيئي بشكل أكبر. هناك تعاونات مختلفة جارية لتوفير مرافق حقيقية. شكرا لكم جميعا. هنا قال لك خلاصة المنشور أن مكملوا الماينات، راح ينتقلوا قبل الماينات يعملوا الكي واي سي المرحلة الثانية، ثم إطلاق الشبكة الرئيسية، وعندهم مشاريع أخرى راح يضموها باش تكون دعم للعملة تحم. لذلك أظن أخبار مليحة، ننتظر الأيام القادمة نزيد نشوفه. وفي الأخير نقول لكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.